بسم الاب والابن الروح القدس الواحد امين. الحادثه دي حادثه مؤثره جدا، بتتقري عده مرات في السنه في الكنيسه لاهميتها. امراه كانت خاطئه في المدينه، تابت. الحادثه حصلت بعد توبتها، هي ما تابتش في اليوم اللي هي راحت فيه شافت فيه المسيح، هي تابت قبل كده. عشان كده معلمنا لوقا بيقول ان امراه كانت خاطئه، والاباء علقوا على الموضوع ده لان في بعض التراجم اترجمت بطريقه ما تبينش انها في الماضي، انما تعليقات الاباء في التاريخ بتوضح ان فعلا معلمنا لوقا قال انها امراه كانت خاطئه، النهارده مش خاطئه، واحبت كثيرا. وسيد المسيح وهو بيكلم سمعان قال له غفرت لها خطاياها في الماضي، مش يعني اللحظه دي مش هي لحظه الغفران. والسيد المسيح لما قال لها اذهبي في الاخر بيقول لها اذهبي بسلام، ما قال لها وايمانك خلصك، ما قال لهاش لا تخطئي ايضا. بكرر الكلام ده ليه او باكد عليه ليه؟ عشان اوضح ان هي جايه تقدم هديه عرفانا بالجميل. هي ما جاتش تقدم هدية عشان توبة، هي تابت وتوبتها قبلت وغفرت لها خطاياها. أمال هي جت ليه؟ جت عشان تقدم هدية شكر. وعايز النهاردة يعني كلمة كده صغيرة إن ربنا يدينا النعمة دي، إن احنا نعرف مفتاح كسرت نعم ربنا. في ناس مثلا تقول إيه؟ أنا اختبرت نعم ربنا، ربنا عمل معايا معجزات كتير، ساعدني في كذا وكذا، بس دلوقتي ما بيعملش، ما عارفش ايه اللي حصل، ربنا ما بيجاوبنيش، كان زمان بيجاوبني دلوقتي ما بيجاوبنيش. في ناس يقولوا حاجه غير كده خالص، يقولوا ان ربنا دايما معايا، نعم ربنا زايده زايده زايده، ما استاهلش النعم دي. لدرجه انه يعني في قول في الكتاب يقول كفى كفى، يعني كفايه اللي انت اديتوني يا رب، اكتر من كده مش قادر استحمل عطاياك. والفرقين دول حقيقه، في ناس حقيقة ربنا بطل عطاياها دور وشه، وفي ناس عطايا ربنا بتستمر. فربنا يدينا نعمة من الحادثة دي ان احنا نفهم المفتاح اللي بيه عطايا ربنا تستمر. اذا ربنا كلنا اختبرنا ان ربنا ادانا هدايا، ما يتقاليش في انسان عاش على الارض غير لما يذكر في تاريخه ان ربنا عمل معاه اداله نعم. انما في اوقات النعم دي تجف زي ينبوع وجف، ودي حقيقة ممكن ربنا يدور وشه. ايه بقى المفتاح؟ ايه وصف يعني النهارده؟ اعتبر اللي انا بقوله ده وصفة انك تضمن بيها ان عطايا ربنا تستمر ما توقفش. يعني اداني ويديني زيادة ويديني زيادة، كان زمان شفاني يشفيني تاني وتالت ورابع، كان زمان مديني بركة في شغلي يكمل البركة، بركة في ولادي يكمل يكمل ويزيد. ايه بقى المفتاح؟ المفتاح هو عرفان بالجميل. يعني اعتبر ان هذا الكلمه الصغيره اللي انا هقولها دي كان ربنا بيديك رساله انك تعرف بيها ازاي يستمر النعم ما تبطلش. انك انت تبقى الست دي جت وهي عارفه كويس قوي قوي انها مش عايزه حاجه تاني، خلاص غفران خطايا تام، وإنما جات بتقدم هدية قيمة جدا حسب يعني الكتاب إنها تعادل شغل عامل لمدة سنة، لأن كان شغل العامل في اليوم دينار والهدية دي ثمنها 300 دينار. كأنه واحد اشتغل سنة بحالها ويحوش يحوش يحوش عشان يجيب البرفيوم ده. كان البرفيوم ده الزيت العطر ده أغلى من الذهب وأغلى من أي ماتيريا تانية، وحوشتها الله أعلم منين، يمكن من تاريخ الخطية، المهم ما عندها ما يعادل 300 دولار. ولما جت تسكب القارورة كسرتها، وده ليها معنى. أولا عشان تتقدم كلها، بس اللي يفتح قارورة برفيوم ممكن يدق منه شوية ويسيب شوية، لا هي كسرتها عشان ما يبقاش ليها لازمة، خلاص تعطى بالكامل.
وما يبقاش فيه تردد انها تحتفظ بشويه، لا تكسرها وتقدم. تاني حاجه عشان تنزل كلها وبسرعه، ده يعني نوع من انواع الكرم الزايد، ان انا مش بقدم حاجه كده، بقدمها بكل حب، مش هتستخدم مره تانية. كل ده عرفان بالجميل. ومعجزات السيد المسيح اللي تمت لناس احيانا تقول اشمعنى ده؟ يعني مثلا هل ما كانش فيه عميان في وقت السيد المسيح لما اختار المولود اعمى؟ هل هو المولود اعمى الوحيد اللي كان موجود في اليهوديه واورشليم والجليل؟ اكيد كان فيه ناس تانيين. طب اشمعنى ده؟ اشمعنى ده اللي اختاره بالذات؟ لانه عنده عرفان الجميل. تعرفين المولود اعمى ده بعد لما خاف طردوه من المجمع، وفي الوقت ده اللي يطرد من المجمع ما يتجوز، محدش هيتجوزه ومش هيلاقي شغل، لان مطرود من المجمع ومطرود من الناس ومحدش هيكلمه. يعني لما فتحت عينيه ما استفادش قوي، لا عارف يعيش ولا عارف يشتغل ولا عارف يتجوز ولا. انما لما قالوا له على المسيح انه خاطي، قول خاطي واخلص والمجمع، وهددوه. لا، عارفين بالجميل، مش ممكن. وقف وقفه جباره في انه مخلص جدا للعطيه اللي جات له. نفس الكلام اللي كان 38 سنه مقعد، اول ما خاف راح فين؟ راح الهيكل. مره السيد المسيح للمجد شاف 10 برص وكانوا بيطردوهم خارج المدينه عشان ما يتعدوش منهم، وكانوا يعتبرهم نجسين فما حدش يكلمهم، فكانت حياتهم مره، يعيشوا كم سنه مطرودين، يعيشوا كده في البريه بعيد، ناس يعني حنينين يربونهم شويه عيش لغايه لما يموتوا. ومن حزنهم ونكدهم قاعدين مع بعض 10، 9 يهود وواحد فريسي، والعشرة قاعدين مع بعض. شافهم المسيح، شفاهم هم ال10، ومش واحد فيهم رجع، الفريسي رجع يشكر. فالمسيح ساعتها قال ايه؟ 2009. وكأن السيد المسيح متوقع مننا كده، لما ربنا يعمل معانا حاجة حلوة لازم نعترف بالجميل، ودي الطريقة اللي فيها النعمة تزيد. ده موضوع في منتهى الأهمية. على فكرة كلمة أعترف ليك في المزامير مش معناها أن أنا أقول خطاياي. يعني مثلا اللي احنا نقول إيه؟ أعترف ليك بالقيصارة، مش أن أنا أقعد أقول خطاياي وأنا بأدوات موسيقية. أعترف ليك معناها أن أنا أعترف بفضلك، أعترف بإحسانك، وأذكر الحكاية دي وبصوت عالي قدام كل الناس. شوف الفرق بين واحد مثلا ربنا يديله نعمة ويقعد يقول أو أنا أستاهل، وفي واحد يقعد بقى يتكلم إن أنا عيلتي كان عندنا أبويا كان وزير وكان عندنا 7 خدام في البيت، وإحنا أصل إحنا عيلة كبيرة قوي. وفي واحد تاني يقول أنا عشيرتي هي الذلة في إسرائيل، يعني حقير وجايب حقارة وربنا رفعني. عشان كده إعلان عطايا ربنا إن ربنا رفعني وأنا ما استاهلش أمر مهم. هو دي كلمة في المزامير، أعترف ليك يا رب، أعترف ليك يا رب إن أنا أعترف بفضلك بإحسانك، ودي وسيلة بها تضمن إن يستمر العطايا. عايز العطايا تقف، اتكلم على إنه أنت اللي تستحق كل خير، و شكر ربنا. في صلوات قوية كده ممكن نكررها ونستفيد بيها خالص، مثلا صلوة بتاعت وأنا أستاهل. الواحد يخش الكنيسة يقول هو أنا أستاهل أخش؟ هو أنا أستاهل إن ربنا يسمح لي إن أكون موجود في المكان ده؟ وفي واحد يخش الكنيسة حاسس إنه إزاي ما قدرونيش؟
ازاي ما احترمونيش؟ ازاي ما طلبوش مني ان انا اقرا او اخد وضع او كده؟ ازاي الاب الكاهن ما رحبش بيا؟ في واحد تاني يخش يقول هو انا من الاصل في مذلتي استحق ان انا اكون موجود مع شعبه؟ شوف الفرق بين واحد يخش يقول ايه الناس الوحشين دول؟ وايه التصرفات ده؟ ايه الست اللي لابسه كده؟ ايه الشماسه اللي بتنطط؟ ايه؟ واحد تاني عمال باصص وشه في الارض يقول له انا استاهل النعمه دي؟ الشخص اللي بيجي يقول انا استاهل النعمه دي بيعترف بفضل ربنا، ان ربنا قبله ودخله. عشان كده بنقول اما انا فبكثره رحمتك ادخل بيتك. بكثره مراحم ربنا انها بتسمح لي اخش بيتك. الاسلوب ده بتضمن دي صلوه، هو انا استاهل. صلوه تانيه بنكررها كتير، انا مين؟ انا مين عشان تديني الموضوع ده؟ انا مين عشان تقبلني ان انا اكون شماس مثلا؟ انا كنت مين؟ عملت ايه عشان تسمح لي في يوم الايام ان انا اخدم؟ في ناس لما بيخدموا هم حاسين ايه النعمه اللي جات لي دي؟ انا استحق ان انا اخدم ربنا؟ واحد يجي ينظف الكنيسه مثلا، وهو بينظف الكنيسه عمال يفكر يقول جه اليوم يا رب انك انت تسمح لي بايديا نجسه ان انا انظف بيتك. وفي واحد تاني يخش ينظف وعمال يقول ايه اللي حواليا كساله، لو انا ما جيتش الحكايه هتفشل، ده انا العامل الرئيسي في نجاح اللي مش عارف ايه. فاكرين يعقوب لما رجع وربنا انقذه من اخوه ورجعه وانقذه من خاله؟ خاله كان ناوي يموته وجري وراه عشان يقتله، انما قبل ما يقتله بالليل حلم ربنا قال له اياك تلمسه. ولما رجع نفس الكلام، كان اخوه عيسو لازم هيقتله، يعني من زمان مستني يقتله، انما ربنا حافظه. بعديها يقول ايه؟ صغير انا عن كل الطافك وعن الخير اللي فعلته معي. لما عبرت الاردن رايح كان معايا عصاي، دلوقتي عندي جيشين من الممتلكات. دي الطريقة اللي بيها تضمن صلوات قوية، تضمن مراحم ربنا واستمرارية. اوعى تنساها، اعتبر اللي انا بقوله لك ده وصفة تضمن بيها النعم تزيد وتستمر ليك ولولادك واحفادك، لألا يجف نعمة ربنا في وسائل حتى بين الناس. صدقوني بين الناس نفس الكلام. تخيل ان انت رحت تحب واحد وجبت له هديه، يبص الهديه يقول لك ايه القرف ده؟ هتدي له هديه تاني؟ ده اللي بيحصل معانا مع ربنا. ربنا يدينا هديه وبدل ما نشكر ونفرح ونعترف بفضله نقل ادبنا. عايز تغلق باب النعم؟ ممكن، يعني لو في ينبوع لبركات ربنا كده بتنسكب عليك، عايز الينبوع ده يجف؟ هقول لك تعمل ايه. تقعد تتكلم ان انا اللي عملت الكنيسه الفلانيه، احنا انا اللي بنيتها، انا اللي مش عارف. عدم تقدير هدايا ربنا، تنكر فضله. يعني مثلا واحد طالب يبقى غلبان ومرعوب وربنا ينجح او يديله وظيفه او ينجح في البيزنس، ويقعد يتكلم اصل انا فاهم، اصل انا دارس، اصل انا، يعني تقعد تتكلم على ذكائك ومعرفتك وقدراتك اللي بيها نجحت. ده يجف الينبوع، تجف العطايا، ما تجيش تاني. وساعتها تقول الله ربنا دور وشه ليه؟ اديني بقولها لك، عايز يطبطل النعم اللي بتجيلك دي تقعد تصلي صوتك ما يوصلش خالص؟ قول الكلام ده. عدم شعور بالشكر اطلاق. يبقى ربنا اداك حاجه صغيره كده ناقصه، تقعد قرفان وايه ده وربنا فين؟ مش عارف عمل ايه. تذمر على عطاء ربنا. عشان كده يا ريت حد كده
يدور في الكتاب المقدس أو يعمل جوجل أو يقرأ المزامير ويدور على بركات التسبيح. الناس اللي عارفة أصل التسبيح معناها إيه؟ شكر. واحد بيسبح ربنا بالغنى، بيغني ربنا لمجد اسم، أشكرك يا رب على عظمتك على اللي عملته. تسبيح ربنا حتى في الخليقة، أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك في الأرض كلها. ما فيش طلبات دي يعني فضل ربنا، فضل ربنا عالية. كمية الوعود اللي موجودة في الكتاب المقدس للي بيسبحه ربنا لا حدود لها. في تعبير كده أنا مريت بيه، كنت عايز ربنا يرضى عني في حاجة وقعد عمال أصلي، وبعدين فتحت الكتاب المقدس فلقيت كده بيقول إنه تسبح ربنا يعطيك الخلاص. ليه؟ لأن ده اعتراف بفضل ربنا. طيب هلخص اللي أنا قلته ده في ثلاث قواعد كده، هو نفس الكلام يعني بس هلخصه كأني بكرر يعني. اسمعني كويس، لا يوجد أحد عاش بالتسبيح ولم يشهد فيض نعم ربنا. لا يوجد أحد في التاريخ كله عاش بالتسبيح وما شافش فيض النعم بتاع ربنا. احنا حتى في الكنيسة عندنا في ناس باركهم الله وبارك أسرهم جدا جدا لأنهم عاشوا بالتسبيح. ما فيش ما يمنع أن الواحد يذكر أسماء لناس انتقلت، احنا ما بنحبش نمدد ناس عايشين، لما الناس اللي انتقلت المرحوم ويليام مثلا، ده رجل عاش بالتسبيح، عاش في المكان ده يسبح ربنا يسبح ربنا. كانت النتيجة ايه؟ الله باركه بشكل خاص واضح جدا، شارك أسرته وشارك أولاده وأحفاده. لا يوجد إنسان، القاعدة الأولى، لا يوجد إنسان عاش يسبح ربنا إلا لما شاف فيض نعم ربنا عليه. وده باب مفتوح، عايز تشوف نعم في بيتك، عايز تشوف أولادك مبروكين، عايز تشوف أحبابك مبروكين، اتعلم التسبيح، اتعلم تشكر ربنا طول الوقت بالتسبيح. هيكلفك قد ايه؟ افرض ان قالوا لك في وظيفة كبيرة قوي بمليون دولار في السنة لو حفظت التسبيح هتشتغلها، هتحفظ؟ طيب أكتر من مليون هتاخده من ربنا. قاعدة تانية، لا يوجد أحد عاش بالشكر ولم يختبر انسكاب نعم ربنا عليه. يشكر يشكر باسم أشكرك يا رب أشكرك. على فكرة النهاردة الصبح كنت بسمع حد بعد تمجيد لطيف جدا جدا لأبونا لوئس إدواردوس. الراجل ده ارتفع في عينين العالم كله بشكل غريب قوي، كلنا بنتبادل يوتيوبز كده وأخوال لي، إنسان عادي، كاهن عادي، بس هو جه زار أستراليا كم سنة الأخيرة مرتين. مرة من المرات جه كنيسة ماموس وأنا خدته ليلتها زيارات. من ساعة ما خرجت الكنيسة لغاية لما رجعت، الحكاية دي كانت عدة ساعات، زورنا فيها كذا عيلة كان يعرفهم من إسكندرية، لم يكف لسانه على انه يقول اشكرك يا رب اشكرك. دخل العربيه يقول اشكرك يا رب اشكرك، كان نفسي اكلمه مش قادر اكلمه لان عمال طول الوقت يقول اشكرك يا رب اشكرك يا رب. يعني لا يوجد احد عاش بشكر ربنا ولم يختبر انسكاب نعم الرب عليه. القاعده الثالثه اللي العكس بقى نيجاتيف شويه، لا يوجد احد انكر نعم ربنا الا وجف ينبوع النعم عليه. مفيش حد اتكلم على ان انا مش نعمة ربنا، ده انا، ده ذكائي وخبرتي وقدرتي هي اللي عملت كده، غير لما شاف ان ينبوع النعم جف. اصل انا لما دخلت الموضوع عملت. ربنا يدينا النعمة دي ان احنا نعيش بالشكر، نقدر عطايا دي كل مجد وكرامة للأبد آمين. الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى.